بين السوء وبين الصلاح ليست الفاصلة كبيرة، ولكن معرفة كونك تنتمي إلى أي جهة صعبة أحياناً. هنالك تجبر على الاختيار، تبقى وتحارب أم تجبن وتهرب. القتال أمر استنفذ من أيام عمري الكثير. سنوات مضت كنت ضمن جيش علي خليفة المسلمين، واليوم في جيش ابن زياد. ولكن مع كل تلك الدماء التي رأيتها لم أخف الحرب والقتال في أي وقت من الأوقات، مع أنني اليوم في حال أخرى. كل شيء يؤذيني، واستولى اضطراب عجيب على روحي. أغادر الجيش، فالسهل ملتهب كجهنم، وأنا كأنني الأشد وحدة بين الناس على الأرض. شعوري ينبئ أن حدثا مشؤوما سيقع. أصل مكانا مفعما بالنور، لا أدري، لعلني رأيته في المنام من قبل. يحشر من هذه الأرض قوم إلى يوم القيامة، ويدخلون الجنة بلا حساب. مر الزمان فعل فعلته، وأنساني واقعة العشرين عاما التي مضت. ولكن في ذلك الصمت سمعت صرخة ذكرتني بكل شيء، صرخة لم أسمع من يحشر من يوم الأرض قوم إلى يوم القيامة، ويدخلون الجنة بلا حساب. يجب أن أسرع، علي أن أذهب، ينبغي أن أخبر أحدهم شيئا. هذا هو الرجل الذي يجب أن أكلمه، الحسين بن علي، مفعم بالهيبة، جالس أمامي بشفاه عطشة. سلمت، رد السلام وسأل عن سبب قدومي. منذ سنوات رافقت والدك العظيم إلى حرب صفين، كان الهواء حارا وكنا جميعا عطاشا في كربلاء حيث نزلنا فيها. تقدم الإمام علي صامتا هادئا صوب السهل، كنت في ركابه. وهناك تناول قبضة من تراب كربلاء وقال: يحشر من هذه الأرض قوم إلى يوم القيامة، ويدخلون الجنة بلا حساب. قال الحسين بن علي: ما أسعد أهل الجنة أولئك. ثم تابع القول: ونحن اليوم في كربلاء، فهل تصحبنا أم تواجهنا؟ المجد لك أيها العظيم، لست الآن معك ولا عليك. قال الحسين: خير لك إذن أن تسرع بالمغادرة. قلت: أتطردني عنك يا حسين؟ لدي امرأة وعدة أولاد، وأخشى عليهم حقد ابن زياد. قال بهدوء مجيبا: كلا، لا إكراه في البقاء هنا، وأنت قد جئت بنفسك، فاذهب الآن من هنا بنفسك لئلا ترى مقتلنا. فكل من رأى مقتلنا ولم يهتم لأمرنا كان جهنم جزاءه. عد إلى أسرتك. الآن أعرف ماذا سيحدث. الحسين المؤمن والشجاع بقي وحيدا، والشيء الوحيد الذي كنت قادرا على فعله ألا أواجهه. بين السوء والصلاح ليست الفاصلة كبيرة، ولكن معرفة كونك إلى أي جهة تنتمي صعبة أحيانا. هناك تجبر على الاختيار، تبقى وتقاتل أم تجبن وتهرب. نعم، تهرب، وكان ذلك ما فعلته.